بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير عليكم بنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. الوغ اليوم وصفه واحده اخرى تاني بالشوكولا، بما انكم طلبتوا الوصفات اللي بالشوكولا البنات. الوصفه تاع اليوم بون، يعني البنات كاين بحلويات اللي راهم يدوروا في لي ريزو سوسيو، يعني عندهم مده يعني دونك، وكل وحده راهي رايحه تحضرهم بالطريقه اللي تناسبها ولا بالطريقه اللي تحبها هي. دونك البنات هنا جيتكم بوصفه تاع الصابلي غوشي بالكاراميل بور سالي. البنات اول حاجه قبل ما نبداو الوصفه، الحاجه الاولانيه لازم نوجدوا الكاناش تاع كراميل تاعنا. البنات هذه الوصفه يعني كنت شاركتها معكم العام اللي فات مع في صابلي سنيكرز، يعني بزاف اللي جربوها وعجبتهم. دونك هنا واش نسحق؟ عندي 100 غرام تاع سكر عادي، انا هنا ندياله في مقله. دو بريفيرونس كي تخدموا كراميل ديروها في حاجه تكون واسعة، يعني ماشي في كسرونة ولا، باش تسهل عليكم الخدمة ودوب لكم بالخف. عندي هنا 200 غرام تاع الشوكولا بلون، ونسحق تاني هنايا كريم فريش. هنا بنات كريم فريش لازم تكون 35% مادة دسمة، اني رايحة نسحق منها 100 غرام، وعلى هادو ماني حنزيد 30 غرام تاع المارغرين. اول حاجة نحط السكر تاعي فوق النار باش يولي لي كراميل، ما تحركوه ما تمسوه ما والو، خلوه وحده، يعني ديروه نار تكون قليلة حتى المتوسطة. كي يولي كي دوبلي نعاود نوريه لكم كيفاش نكملوا الكراميل. هايلك هنا شوفوا البنات السكر تاعي بدا يدوب، شوف ما تمسوهش كامل بالمغرفه، خلوه يدوب وحده. هايلك دوك هنا نقدر نبدا نحرك المقله تاعي، يعني في الاول ما توشيوهاش ميم با، ما تحركوهاش هكذا. دوك نقدر نبدا نحرك فيها هكذا حتى نتاكد باللي السكر تاعي داب كامل، والكراميل تاعي يعني نسحقها تولي شويه فونسي على هكذا، باش من بعد نرمي عليها لا كريم فريش. هاوليك البنات هنا هاديك لا كولور اللي راني نحوس عليها تاع الكراميل، نقص النار تاعي هنا بالك وبك تحرقو باسكو الكراميل واعره. نرمي لا كريم فريش ديالي هي الاولى، فوالا نحركها يعني حتى تتخلط لي كامل مع الكراميل، فوالا. في هذه المرحلة نزيد نرمي هذيك العشرين غرام تاع المارغرين، هايليك توجور النار تكون ناقصة، وفي الأخير نجي نرمي هذيك الشوكولا بلون. هنا كي نجي نرمي البنات شوكولا بلون نحيها على النار باش الشوكولا تاعكم ما تنحرق لكمش. هنا نطفي النار، فوالا. دوكا هنا البنات نرمي الشوكولا تاعي ونعسها، يعني نبقى نحرك حتى تذوب عندي كامل الشوكولا هاديه، ونخلي الكارناش تاعي دو كوتي حتى تبرد كامل باش نقدروا نستعملوه. دوكا هنا البنات بعد ما وجدنا الكراميل خليناها تبرد، نجي نوجد لاباط تاعي واش راح نسحق. هنا عندي 250 غرام تاع المارغرين، هايليك عندي هنا نص كاس تاع سكر غلاس، عندي نقولوا حوالي مربع كاس حتى نص كاس تاع مكسرات يكونوا محمصين ومرحيين هكذا رقيق. هنا لكم اختيار، تحبوا كاوكاو بالقشور، لوز، نوازات، اللي حبيتوها. انا هنا استعملت النوازات. عندي 3 ملاعق كبار تاع كاكاو خير، كاكاو يكون نوعيه مليحه هذاك الماغون ماشي النواغ. عندي هنا 3 مغارف كبار تاع لا مايزينا. هنا عندي مغرفه كبيره تاع عطر الكراميل، نسحق نص كاس تاع الزيت، وعندي زوج حبات تاع البيض، نسحق باكي تاع لا ليفيغ ونلمها بالفارينه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. هنا البنات كيما ولفتوني انا في الصابلي نحط كلش على مره، ومن بعد نخدمهم نسحقها تكون عندي اون بوماد بيان ليس. دونك نبدا نخدم البيض تاعي مع المارغرين كاكاو. المارغرين البنات تاعكم هاد اليامات على بالي بلي رانا كامل مع حلوه العيد، دونك دو بريفيرونس ما ديروهاش كامل في فريجيده، خلوها على برا باش هكذا كي تجوا تخدموا الصابلي تاعكم راهو رايح يجيكم ساهل. وتاني المارغرين البنات كي تكون طريه راهي رايحه تاخذ لكم الكميه المناسبه تاع الفارينه، بصح لا كان درتوها يابسه راح تبدل لكم كامل القوام تاع لاباط. كابابل لاباط تاعكم تكون مازالت مخصوصه فارينه، والتيرمو المارغرين تاعكم يابسه يجيب لكم ربي لاباط تاعكم راهي هذاك هي راهي مليحه، وهي العكس راهي طريه. كي تدخلوا صابلي تاعكم في الفروش يصرالو المارغرين هذيك تعاود تذوب وتبدل لكم كامل الشكل تاع الصابلي، يا تصيبوه حبط يا تصيبوه تنفخ. دونك دو بريفيرونس خليو المارغرين تاعكم على برا هكذا باش تضمنوا سيغ باللي
حتى تحصلوا على قوام تاع صابلي يكون هايل. انا هنا درت البنات عطر الكراميل، باسكو علاش القرنش خيشتوني درت لكم قرنش تاع كراميل، دونك باش نبقى في نفس الذوق. على بالكم بلي شوكولا والكراميل يتماشاو تري تري بيان. هاك في هاد المرحلة شوفوا كيفاش راهي عندي كومين بوموند. دوك هنا نبدا نزيد الفارينة ونزيد الباكي تاع لا ليفيغ ديالي. نبدا نلم في لاباط ديالي هكذا نتحصلوا على اون بات صابلي تكون بيان ليس، يعني ما تكونش طريه بزاف وما تنشفوهاش بزاف. فوالا دونك نبدا نزيد الفرينه غير بالعقل، وشوفوا البنات الطريقه كيفاش راني نلم فيها، يعني ما رانيش نعجن غير بيد وحده ولا بالاحرى بصبعتي برك نلم فيها. وتوجور البنات صابلي جامي جامي تحضروه كما نقولوا حنا في سحفه ولا في جفنه تكون محلوله، باسكو راكم رايحين تعجنوه بلا ما تفيقوا. دونك لازم يكون هكذا بول ولا ريسيبيون ولا عفسه هكذا اللي تكون مطمومه، يعني تكون ضيقه من تحت وواسعه من الفوق. هكذا راهي رايحه لاباط يعني تتلم تمتم، يعني غير دوروا يدكم راهي رايحه تتلم، عكس كي تكون حاجه بلا وكبيره. وهنايا البنات نجي نحل لاباط تاعي بيان سور من تحت، نرش شويه تاع الفرينه. انا البنات ولفت هذه العمليه، يعني وكاين مبتدئات ولا دي ديبيتون تيخافوا يكثروا لها فرينه ولا ما يعرفوش يرفدوها، راكم رايحين ديروا من تحت بابي كويسون ولا ساشي، مع اني ما نفضلش كامل طريقه تاع ساشي باسكو صابلي تاعكم يولي يطلق لكم كميه كبيره من الزيت ويعني تغير القوام تاعو، يعني ولكم الاختيار. انا جو بريفير ندير شويه فرينه، يعني باسكو كنت دايره حسابي لاباط ما نشفتهاش بزاف، مانيش قام كونسونطريه معاكم بلا تسمحوا لي، بليدي هبلني يعني والله ما قدرتش صدقوني باش راني ندير فيديو، راني نحبس الفيديو كاش 10 خطرات ولا 15 خطره باش نخرج لكم 11 دقيقه. انا غير نبدا نصور هو يبدا يهضر يبدا يلاغي باردون. دونك كيما قلت لكم البنات نحل لاباط تاعي ونطبع. البنات انا درت بهذا الطابع تاع الالومنيوم، هاد الطابع البنات يجي صغير بارابور للطوابع الاخرين، باسكو علاش الحبه تاعنا رايحين مانيش رايحين نكلاصيوها من الفوق برك، انا رايحين نكلاصيو كل وحده رايحين نكلاصيوها وحدها ونزيدو نلصقوها بالكراميل. الوغ لو كان نديرو طابع يكون كبير الحبه تاعنا راهي رايحه تجي بزاف كبيره، دونك على بيها انا خيرت هاد الطابع صغيور باش نطبع به. دونك الحبه ما بيد نكلاصيوها ونديكوريها رايحه تجي يعني هذاك هو. وهنايا البنات جيت دوبت الشوكولا تاعي ونخففها يعني بالزيت شويه، باسكو علاش انا راحين نديرو كلاصاج غورمون كيما نعرفو كي نزيدو المكسرات الشوكولا راهي رايحه تتقال. دونك هنايا في الرطل نقولو تاع الشوكولا راكم رايحين تزيدو حوالي 5 حتى 6 مغارف تاع الزيت. انا البنات استعملوا نفس المكسرات اللي استعملتوهم داخل لاباط، انا بما اني درت في لاباط نوازات بالقشور، هنا نوازات تاعي كنت حمصتها وقشرتها في الكلاصاج غورمون ما نديروهاش بالقشور، ما من كاوكاو الا درتو حمصوه مليح وقشروه، ولا درتو اللوز بالقشور عادي يعني حمصوه فقط. خدمت يعني كلاصاج غورمون تاعي برك البنات، كلاصاج باش يجيكم شباب لازم تغربلوه، يعني كي ترحيو اللوز تاعكم ولا كاوكا ولا رحيوه خشين وغربلوه، هذاك الرقيق نحيوه ما ديروهش، والخشين هذاك بيان سور يقعد غير هو باش كلاصاج غورمون تاعكم يجي باين ويجي شباب. دونك البنات كيما راكم تشوفوا هنا ما نكلاصيش الحبه تاعي غير من الفوق كيما مدارين في لي صابلي، الحبه تاعي راني رايحه نحطها مباشره داخل شوكولا هاي ليك شوف، يعني باش ما الطبقة هذيك التحتانية راهي رايحة تتغلف ونزيد نغلفها من الفوق. هنا البنات نصيحة واحدة أخرى تاني، دو بريفيرونس واش الماما واش دو بريفيرونس الشوكولا تاعكم ما تحطوهاش ديراكتومون فوق بابي كويسون ولا فوق ساشي، باسكو راهي رايحة تسيل ومن بعد تجيكم صعيبة باش تنقصوا هذوك الزوائد تتكسر لكم الحبة، باسكو راهي فغيمون تجي تدوب في اليد قبل الفم. دونك دو بريفيرونس ديروها في لاغري باش هذوك الزوائد يقطرو كامل والحبه تجي بيانات، يعني تجيكم ليس ما تسحقوش تعاودوا تنقيوها مره واحده اخرى. دونك هام ليك البنات تكملوا تكلاصيوهم كامل بهذه الطريقه، شوفوا كيفاش يجي كي يكون اللوز تاعكم مرحي رقيق عفوا خشين ومغربل راهو رايح يجيكم ما شاء الله.
فوالا هنايا بعد ما نحيتهم لاكغي، يعني شوفوا ما عندكمش هذوك الزوائد اللي تجوا في الاطراف. هنايا نجي نحكم الكراميل بيرسالي اللي خدمتها معاكم. هنا البنات يعني ما تدخلوهاش في الفريجيدار باسكو تمتم راهي رايحه تجمد. ومن بعد انا كيما هنا خليتها بردت بزاف باسكو كيما قلت لكم وليدي يعني هبني شويه، دونك ما جيت نخدم بها كانت جمدت لي بزاف. تقدروا تعاودوا تحطوها ابان في الميكرووند ولا تسخنوا كسرونه تاع ما وتحطوها تتلق روحها شويه برك باش تقدروا تبوشيوها. دونك ما تحطوهاش في الفريجيدار باسكو راهي رايحه تجيكم بزاف واعره. فوالا ندير دي غوزاس داخل الحبات ديالي، احكمو يندوي اللي ما تكونش كبيره بزاف. فوالا ندير دي غوزاس ونزيد نغلق بحبه وحده اخرى من الفوق. فوالا هنا البنات تحبوا تدوروها باش تجي الشكل يبان مدور ولا جوست تحطوها من الفوق. وصابلي البنات هذا يتقدم هكذا يعني يتحط واقف باش يبان الشكل تاع الكراميل، باسكو لو كان نحطوها يعني قاعده مع لي كيسات راهو رايح يتخبى كامل الشكل ديالها. فوالا هايك البنات كيفاش تجي. انا هنايا صراحه ما خليت الشوكولات تاعي تنشف مليح باش نكمل فيلمي معاكم لا فيديو ونحطها، انتوما خلوها تنشف في عقلها. هاوليك البنات هنا الشكل النهائي تاع الصابلي تاعنا، يعني يجي راقي يجي شباب يجي فريمون بزاف بزاف هايل. انا هنا من الفوق يعني كنت درت له شويه تاع لافيدور وهذا الورد المجفف يعني اللي راهو يتباع. وبالنسبه للي كيسات يعني درت دي ميني كيسات من تحت. هنا البنات انا استعملت لي كيسات تاع ليدات فوغي هكذا يعني باش ما تحيروش وين تحطوهم، باسكو لو كان دير دي كيسات كبار راهم رايحين يخبيوا لي كامل الحبه ديالي. وهنا البنات لحقنا لنهاية الفيديو، كان هذا هو صابلي تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، خلوا لي رايكم في التعليقات، ما تنسونيش بالجيم وبالبارطاج. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.